السلام عليكم. اليوم نروح نشوف المشروع تاع طريق السيار اللي يربط مركب محمد بوضياف ببلدية شرقة ببلدية خريصية على امتداد 10 كيلومترات، وهذا الطريق اللي فيه بعض الأجزاء اللي انتهت الأشغال بها، ويحتوي على 8 منشآت فنية من حجم كبير، والآن يدخل في المرحلة الأخيرة من الإنجاز. وللعلم أنه فيه فرع لهذه الطريق سوف يؤدي باتجاه المدينة الجديدة نتاع سيدي عبد الله. إذن نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول هذا المشروع وكل تفاصيل، لأنه يعتبر مشروع استراتيجي بالنسبة للمدينة نتاع الجزائر العاصمة، وبمنشآت ضخمة في هذا المشروع. نترككم تتابعون هذا التقرير، والسلام عليكم. 10 كيلومترات ورشات مفتوحة وعمال يسابقون الزمن لتسليم مشروع الطريق الرابط بين محولي 5 جويلية وبلدية خريصية في الأجال المحددة. نسبة أشغال لحقنا 75%، وهذا الطريق السريع عنده أهمية كبرى، بحيث يتم بعد الإنجاز يفك اختناق كبير على بلدية العاشور، ضرارية، باب حسن، وكذلك خريصية. هذا المشروع الاستراتيجي يتضمن 12 منشأة فنية، منها ما أنجز ومنها ما هو قيد الإنجاز، والتي ستعزز البنى التحتية وتضفي على طرقات عاصمة البلاد مزيدا من الانسيابية المرورية. المنشآت الفنية هي عبارة عن سيدي فيادوك، يتراوح الطول تاعها ما بين 220 متر حتى 650 متر. سي دي فيادوك اون دال اليجي، يعني فيادوك اون دال اليجي اللي هي تقنية جديدة انجزت باطارات ومهندسين جزائريين. الجسور اللي في الشطر الاول والشطر الثاني قربت راهي في الانتهاء. المنشآت الفنية اللي في الشطر الثالث انطلقت اشغال الحفر وهي في طور الانجاز. مهندسون ومكاتب دراسات جزائرية تعمل بنظام المناوبة لاستكمال أشغال هذا المشروع بالاعتماد على أحدث التقنيات. نحن الآن على مستوى الشطر الثاني للمشروع الممتد على 4 كيلومتر، حيث نعمل بنظام مداومة 7 أيام على 7 أيام على مدار 24 ساعة من أجل تسليم المشروع في الأجال المحددة. نسبة الأشغال على مستوى الشطر الثاني تقارب 65%. الطريق هذا احنا اللي راهم يخدموا فيه تاع خريصية وسمو، دونك حنا صافي بليزير لو كان كي يحلوه، دونك ينقص بزاف علينا. ان شاء الله الطريق هذه تنحي المشكل وتسهل على الناس، فهمتي؟ تنحي الضغوط مليحة، ستان بليزير. علاش الكوتي هذا تاع واد الطرفة، ضرارية، باب حسن، هذه لابريوتي كاع يدخلوا عليها الناس. تسمى كي راهم دايروا هذه الحمد لله نعمة من عند ربي. صافي بليزير راح يفكوا اختناق كبير. ديناميكية كبيرة تشهدها مختلف ورشات البنى التحتية عبر ربوع الوطن باعتبارها شريان التنمية الشاملة.